أسرة دائما فقرة صحتنا تاج رفقة الأستاذ الباحث كريم عبد العلوي معالج بالوصفات الطبيعية ولا ساعات النحل. مازال مكملين معكم حلقتنا المفتوحة اللي كتكون مفتوحة في وجوهكم باش تطرحوا علينا أي سؤال بخصوص مشاكلكم الصحية. كنحاولوا نعطيكم يعني علاجات طبيعية دائما بالموازاة مع العلاجات الدوائية اللي كتكون تكميلية. نبداو الإجابات ديالنا أستاذ إلا سمحتي باش هكذا ناخذ اكبر قدر من الاسئله. ابراهيم اللي تواصل معنا كيقول لنا عنده مشكل ديال خلل في النعاس، يعني هو كينعس الليل مزيان غير هو في الصباح يعني بعد الصلاه ديال الفجر تيبقى عنده مأثر عليه النعاس، ولو ان ما كينعش كيبان الانسان مرهق بزاف. عنده مشكل ديال الحساسيه الانف حتى هي، وعنده خفقات القلب اللي ما منتظماش. ابراهيم عنده 62 سنه. اول شيء اللي ننصحك الاخ ابراهيم هو تغلي كاس د الماء، تغليه ودير فيه عصير البصله جوج معلقات كبار 9 مرات في النهار. هذا اول شيء غادي يحيد كذاك العيا، وغادي يحرر الجسم ديالك بالنسبه للجهاز العصبي باش يبدا يرتاح ويبدا يتجاوب ويبدا يتواصل. داك لا لوغو ترانسميسيون نعاودو نخدمو عليها. اذا عصير البصله قبل وجبه الاكل وقبل ما تنعس بعد المرات 9 مرات في النهار. ثانيا القويل ديال الثومه اساسي. علاش؟ تعاود يشوف لا كان شي الام، لا كان شي التهابات، لا كان شي عياءات قبل ما تنعس. تمام شويه قويلب. نعم. الا سمحتي يا دكتور، بالنسبه لابراهيم واول شيء خصو يعملو هو ان حيت هو قلنا ما عمره ما مشى عند الطبيب يعرف بعدا شنو السبب، حيت يقدر يكون هذا العرض مخبي ليه شي مرض هو ما عارفوش. لذا خصنا نقيو. نعم، خصو يعرف بعدا شنو السبب ويعمل هذا الشيء. نعم، يمشي عند الطبيب. نعم، اذا يبدا بهذ الامور ويمشي عند الطبيب مزيان. علاش الطبيب؟ باش تنلخصوا الحيره والوهم وقله الفهم الى شيء معلوم وملموس ومفهوم، حاجه مفهومه تعرفوا تبكنوا منها. اذا عرف السبب بطل العجب. اذا حنا خصنا نتعلموا نحيدوا بعدا الاوهام. اذا فنقيو عن طريق ماء بصل 9 مرات في النهار، قويل ديال الثوم، واحد المساج تنديروه بالليل، اما تنديروه على راسنا مزيان وجسمنا، واما الا كان شي واحد في الدار ولدنا ولا عائلتنا ولا خوتنا ولا الزوجه تنديروا ذاك المساج، ولكن بشرط الكريدي ممنوع 100 درهم يجي قبل ما تنعس، ولا ما يديكش النعاس دبر راسك. اذا هادو اساسيات، وكل ما كليتي النباتي غادي يكون افضل. اعطيني 3 سمايع اعطيني خبر. نعم. حساسيه الانف اللي كيعاني منها حساسيه، تنديروا سكينجبير. نعم. تنشموه مزيان، او ذاك التنفيحه ذاك الاسلوب المعلوم ديال الطياره. لكن كنقولوا حنا بسكنجبير التنفيحه بسكنجبير سكينجبير. نعم، هذه مهمه عطات نتائج. عطي الراس لا كان في عياءات او نيف مبوشي او ذاك العياءات ديال السيلان ما تتبقاش. نعاود نعاونوا، اما تنغليو الماء كصره الماء فيها الزعتر او الشيح او الزعتر او خزامه او شويه ديال الثوم تنغليوه البخار تنشموه، ولا دفى ذاك الماء تنشرو به النفنة. اذا هذا اسلوب خفيف داو نتائج طيبه. واضح. نعم، شنو اخباركم؟ واش الا كان شي اخطاء ولا سوء الاستعمال نعطيكم التوجيهات المطلوبه. نمشيو للسؤال ديال نوال من الحسيمه اللي تكلمت عندها مشكل ديال التنفس، عملات سكانير ديالها ملي كتاخذ ادويه كتبرى 39 سنه، ولكن الطبيب دائما كيقول لها العصبيه هي اللي كتسبب لك هذا المشكل ديال التنفس عندك. نعم، اجينا نعطيو ديزاستيس اولا علاجات طبيعيه الناس اللي فعلا العصبيه ديالهم كتاثر عليهم بشكل كبير على تنفسهم. كنشوفوا ناس اللي فعلا كتفقد الوعي كثير من الامور، كيفاش فعلا هي صعيبه نخفض الدم فينا، ولكن على الاقل نشوف واش كاينه شي وسيله. يعني شكون اللي ما معصبش؟ كلشي دابا تالو اللي دار الصراحه حاليا. السؤال اللي مطروح هو واش المواد الحيوانيه تنقدروا نتجنبوها؟ نعم، واحد 3 سمان غير اسبوع يلا الله يسامح خضار فواكه ما طيبينش. احسن علاج لي العصب والتوتر والقلق واخا، وثم الانزعاج، هذه اساسيات. التجربه اللي عندي مع لي ديبرسيون الاكتئاب، او الناس اللي عندي مع الفوبيا واخا، الناس اللي تكون عندهم ذاك الرهاب ذاك الخلعه الكبيره، او انسان تيكون عندهم الاكتئاب الوسواس واخا، او عندهم مشاكل ديال الاسكيزوفريني، احسن علاج حيد مواد حيوانيه 100%. اعطيني ماء بعسل بصل او فواكه كثيره، خضر فواكه، وركز لي على الفيك لا فيتامين سي في لي شو في المعدنوس في الليمون في الحامض، ولما لا في كل حاجه بالموسم ديالها. عصائر 100% ما تطيبش الجسم تبدا يتحرر. ما معنى الكلام؟ كل ما نقينا الكبد هو بدا تيتولى الامر ديال التنقيه تقوم بالمهمه، والبنكرية زيت الزيتون على الريق تتقوم بعمليه ديال التنقيه، وهنا تنشوف الجهاز العصبي تيجدد نشاطه وحيويته، العمليه تتسمى لا ريفيتاليزاسيون ديال لو سيستيم نيرفو. هنا ملي تنشطوهم الصرع الاكتئاب حتى ذاك التوتر كله تيطير، لان خدينا كميه كبيره من لي زونتي اوكسيدون
مزيان، ولقينا راسنا على انه تيمكننا نحرروا الجسم ونقيوه ونعوضوا الاخطاء ديالو. سي ان غوتريسمون دي سيتوياسيون، وهذه مهمه جدا. نعم واضح. سؤال الموالي ديال ام اميمه اللي عندها لي فاريس في الركبه ديالها، عملت لهم ديجا عمليه وكتقول ان ما نجحتش لهاد العمليه، دونك اقترحوا عليها عمليه اخرى. حاليا هي كدير هذوك لي با اللي كيكونوا ديال الناس اللي عندهم لي فاريس. بغات يعني واش كاين طريقه اللي ممكن تخفف منهم هذيك الالم واللي تجنبها ربما العمليه للمره الثانيه؟ نذكروا ايضا انها كتعاني من مرض السكري والسن ديالها 56 سنه. قاعده في اعاده بناء خلايا الجسم، راه الجسم تيجدد كل نهار، تيطرد سبعه د الملايير د الخلايا كل سكوند، وتيطلع سبعه د الملايير د الخلايا في الحين، تيقدر يجدد خلايا ويطرد الخلايا العيانه. اذا تشبيب الجسم كل سكوند ماشي كل دقيقه، شاك سكوند، وضربها في 60 كل دقيقه، وضربها عاود في 60 في كل ساعه، يعني انه تلعبوا في الملايير المملايره، علم ان الدماغ بوحدو تيحتوي على ملايير على مئات الملايير ديال الخلايا اللي تيمكن لها تجدد، بخلاف الشيء اللي قالوا الناس قبل في الستينات ايريفيرسيبيليتي، خطا. لي نورولوج ديال السبعينات ودابا تاكدوا على انه اعاده تجديد خلايا الدماغ ممكن، اعاده تجديد خلايا القلب ممكن، اعاده تجديد خلايا الجسم كل ممكن، وحنا الكبده ديالنا كل ثلاث سنة كل سنتين تتجدد ثلاثه المرات، والدم ديالنا تيتجدد ثلاثه المرات كل عام، والظفر ديالنا تيتجدد كل شهر، بمعنى جسمنا تيتجدد كل فتره. اذا حنا الا خدينا نباتي 100% واحد قاعد شرط اساسي في تجديد خلايا الجسم بواحد السرعه خارقه، وفي رمضان تنحسوا بها الجسم تيتجدد، تنخرجوا بنشاط اخر. امراض القلب كثير منهم حضرنا معهم في اجتماعات، قال لك رمضان احسن مجدد للقلب وعمل القلب واجتهاد القلب. اذا فاحنا متى ناخذ نباتي 100% اول عضو يستفيد الكبد، والدراسات كلها بينت ان الكبد سيد في عدد جديد خلايا الجسم. ثانيا ماء بصل عسل، ما طيبينش بالطبع، تنغليو الماء تنديروا بصل وعسل، هادو كلهم تيعاودوا ينقي ويطلعوا قنوات جديده، اوكسيجيناسيون جديده، وجسم جديد. لاحظنا كيف القلب تيتجدد، عندنا اكثر من 500 قلب اللي كان ضعيف وتجدد من فوق او مبتور او ضعيف، اكثر من 300 كبد اللي طلعت جديده، الكبد 600 كيلا اللي طلعت جديده من بعد فشل كلوي. اذا ماء بصل عسل ممكن، هذا كله تيثبت على انه ممكن طردوا لي فاريس. هنا فين الدرس الثاني؟ لازم قبل الدرس الثاني عفاك اللي تيحتاجز الكالسيوم في عمليه الهضم، اللحم واللحوم، فالنباتي 100% اساسيه. واحد النقطه، حيت كاين واحد السؤال، حيت ملي تكلمتي على لوسو ان فيها غير العسل والبصل وهذا، كاين بزاف الناس اللي عندهم حساسيه للعسل. ياكل الخضار. نعم، واش شنو التعويض؟ هنا عطيني التعويض. الخضار كيما طيبينش. نعم. يستغنى على الوصفه ديال العسل والبصل، ولا يعمل العسل البصله والماء فقط؟ العسل بلا تحليه. فضل العسل. نعم. مركز مهضوم. واخا مهضوم هضمو النحله وتحموا عليه النحل حتى هضموه، متى ناخذوه دغيا تيتهضم. نعم. ما يحتاجوش تعب. يعني مرض السكري ما عندهاش يعني مشكل. غتاخذ البصل. نعم. والمعدنوس كرافس برو ايليشو. نعم. هادو تركز عليهم اساسيا. عصائر تطحنهم، عصائر جاو مجهدين تطحنهم مع شويه الماء مغلي. ما عندهاش علاج موضعي اللي ممكن تعملوا على الركبه ديالها؟ فوالا القاعده الثانيه هو نباتي 100%، القاعده الثانيه هو فواكه خضر 100% فوائد صفر بقايا. اذا ما تنخليوش الكالسيوم يتحجز في عمليه الهضم في الميتابوليزم وتنحرروه، هو اللي تنحجزوه في تناول اللحوم انه تبدا تيتخبع في وسط القنوات وتضعفها. اذا تنحرروا. ثالثا زيت الزيتون، تناخذوا النحل ميت واحد الكمشه تندوا في قرعه الدجاج، تكبوا على اترو زيت العود 3-4 سومان، تندهنوا به علاج موضعي كيف قالت الدكتوره هدى. لا انتباه ذكية جدا. اذا دي مساج النحل سي ان فلويديفيان، تيذوب الدم اللي مجمع في القنوات وتقويها. اما الا خدينا المعدنوس وكرافس لا كلوروفيل، العنوان الكبير لا كلوروفيل، تنعاودوا نبنيو شكون القنوات الدمويه. ماء بصل عسل يخوي القنوات، كلوروفيل، معدنوس، كرافس برو، ليشو، اللوبيا خضراء، الفلفل الاخضر، كلهم تيعاودوا يبنيو القنوات 3-4 موا، باي باي لي فاريس. كلهم اذا العمليه وعاودوها مره ثانيه والثالثه والرابعه بقات تشوهات جلديه، فخصهم يعمروها بالعسل. نعم. مزيان. نعم. باش يعاودوا يبنوا قنوات، وقنوات والنحل في ذاك الاماكن تنحيطوهم احاطه، والدهنه ديال زيت الزيتون اللي مرقد فيه النحل ميت ولات على مود دابا، النحل ميت في زيت الزيتون طلعوا به الناس الشعر، راك شهدتي على الناس اللي هذا اللي كي اون تيمواني، ولات في ريوماتيز للرياضيين. نعم. الناس اللي عندهم لاكتروز، وهكذا لقينا على انه ممكن نخرجوا بلي فاريس في يسر ورحمات. ان شاء الله. هادشي اللي نتمناو الام اميمه، ان شاء الله غادي